اللهم صل عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله دائم الإفضال عظيم النوال المنعم بلا مثال والمبدئ بلا زوال والذي جوده دائما ولم يزل حطال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مولى بلال البدر المتلال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. الحمد لله، نحمد الله على هذا الاجتماع حيث حلت فيها بركة الزمان وبركة المكان. وما حقيقة بركة الزمان وبركة المكان إلا بسر بركة الذوات، فهذا هو الأصل، فهذا هو المنبأ الذي يبارك به المكان والزمان. والحمد لله يا إخوان على هذا الحضور والجلوس مع أرباب البركة والذوات الممتلئة بالبركة طلاب العلم، من قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية رسول الله كما ورد في حديث بسند حسن في سنن ابن ماجه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله. فيا هنا يا أخوان، فيا بخت من قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصية رسول الله. فهذا ومثل هذه المجالس هذا هو الحال لمشاكل الأمة، ولم يكن أي حلول صالحة إلا بمثل هذه المجالس، إلا برجال خرجوا وتخرجوا وتربوا مع أرباب هذه المجالس. فإذا سمعنا الله تعالى يقول: وأوحى ربك إلى النحل. وما هو النحل؟ قالوا النحل ذا أرواح خطبه الله أن اتخذي من الجبال بيوتا. وما هو الجبال؟ قالوا الجبال هم الأولياء، الجبال هم العلماء، أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون كلي من كل ثمرات. أيها الأرواح اذهبوا إلى العلماء، اذهبوا إلى الأولياء واجلسوا عنده وتربوا عنده وتزكوا عنده كل من كل الثمرات، استفيدوا من كل ما خرج من هؤلاء من حركاتهم وسكناتهم ولحظاتهم قبل ألفاظهم. فاسلكي سبل ربك ذللا. ولكن انتبه، عندما تسلك هذا الطريق، إنما تسلك هذا المسلك، عليك بالتذلل، عليك بالتواضع، واحذر أن تتكبر، واحذر أن تكون أن تشعر أنك أفضل من أحد. وإذا توفرت هذه الشروط، إيش يقول الله تبارك وتعالى؟ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. الأرواح التي لم تكن شيء الآن أصبح تخرج من عندها شراب. وما هو شراب؟ الشراب العلوم، الرقائق، وقال فيه شفاء للناس، وهذا هو شفاء. لم يكن أي شفاء إلا بمثل هذه المجالس، شفاء لمشاكلهم، شفاء لأمراضهم ظاهرا وباطنا. والحمد لله للحضور في مثل هذه المجال، واسع يا أخوان، فاسع أن نكون مثل هذا النحل الذين خرج من ذاك الجبال. وماذا تتمنى من النحل الذي لم يكن في الجبال، من النحل الذي لم يشرب من أي زهر؟ هل ستخرج من العسل؟ حاشا وكلا. وماذا تتمنى من رجال ما تربوا؟ وماذا تتمنى من رجال ما تزكوا؟ وإن صوروا وإن رسموا، ولكن انظر يا إخوان أين المحبة، انظر أين التربية وأين السند. فإذا كيل هذا المكان الذي يدار فيها كأس المحبة، الذي يدار فيها قرب من الله، فعسى الله أن يمن علينا بكمال تلك المحبة.
والحمد لله يا أخوان نحن في أواخر الرجب، فأسى وإذا كيل شهر الرجب هذا شهر الزرع، فأحسن ما نزرع في هذا الشهر الإبادة والمحبة والمعرفة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والعياذ بالله يا أخوان نحن نخرج من هذا الشهر ونحن محرومين من نحن محرومين من البركة ونحن محرومين من الأسرار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم، والحمد لله والحمد لله رب العالمين، وإنما كنا من انتصار الأمر. أحسنت، بارك الله في أخيكم على هذه الكلمة الطيبة في موضوع من المواضيع، وهو طلب العلم وحضور هذه المجالس، وكما سمعتم في تفسير الآية بالتفسير الإشاري لها، فإن إذا كان كما قال أن الله أوحى إلى النحل، والوحي هو الإلهام، معنى الوحي أنواع، منه الإلهام للعلماء ولبقية الناس بل حتى للحيوانات والحشرات كما قال، فأوحى ربك إلى النحل، الوحي معنى ألهم ألهمها. أما الوحي التنزيل فهذا لا يكون إلا للأنبياء. الله يرزقنا كمال الصدق والإخلاص، يعرفنا حق كل من له حق علينا يا رب، ويدينا على أداء الحقوق على الوجه الذي يحب ويرضاه. نعم، بسم الله.